بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي لكم تحياتي، أهلا وسهلا مع حل أسئلة الأوبن بوك للدرس الأول من كتاب الامتحان. السؤال بيقول لي: أسئلة الاختيار المتعدد أي مما يأتي يعتبر تطبيقا لقانون بقاء الطاقة؟ قانون بقاء الطاقة بيقول إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يتم تحويلها من صورة إلى صورة أخرى. هل الطاقة الكلية نظام معزول يحتوي على ثلج تظل كما هي عند تحول الثلج إلى مية، ولا يتفاعل غازي الهيدروجين والأكسجين لتكوين ماء مع انطلاق طاقة حرارية، ولا في عملية البناء الضوئي تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية، ولا تفاعل المغنيسيوم مع الأكسجين يكون مصحوب بامتصاص طاقة حرارية؟ طبعا احنا اتفقنا ان هنا قانون بقاء الطاقة بيقول لي ان الطاقة بتتحول من صورة إلى صورة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني انا ما بجيبش طاقة جديدة. هنا الإجابة هنا هتكون هي رقم ج اللي هي في عملية البناء الضوئي، والطاقة الضوئية اللي امتصت من الشمس ظهرت في صورة طاقة كيميائية موجودة في الغذاء اللي بيعمله النبات. أي من العبارات الآتية تعبر عن النظام المغلق؟ هل الكتلة الداخلية إلى النظام تساوي الكتلة الخارجة، الكتلة الداخلة إلى النظام تساوي الكتلة الخارجة من النظام، ولا المادة لا تفنى من أو إلى النظام لا تنتقل المادة لا تنتقل من أو إلى النظام، ولا المادة الداخلة إلى النظام قد تكون أكبر أو أقل من المادة الخارجة منه، ولا لا يتبادل حرارة أو شغل مع النظام المحيط؟ هنا أنا بتكلم عن النظام المغلق. فالنظام المغلق إيه اللي بيحصل فيه؟ إن النظام المغلق إن بيكون الكتلة فيه ثابتة. ليه الكتلة فيه ثابتة؟ لأن بيحصل فيه تبادل الطاقة فقط وليس للكتلة، فالمادة لا تنتقل من أو إلى النظام، المادة ما تنتقلش لكن الطاقة هي اللي بتنتقل. رقم 3: ما النظام الذي يتضمن كتلة ثابتة؟ كتلة ثابتة معناها إن الكتلة ما بتتغيرش أو المادة ما بتخرجش. يبقى هنا ده مين؟ هل هو النظام المتزن ولا المفتوح ولا المغلق ولا المتزن حراريا؟ هنا النظام المغلق. رقم 4: خزان الوقود بالسيارة من الأمثلة، هل هو من الأنظمة المتزنة ولا المعزولة ولا المغلقة ولا المفتوحة؟ خزان السيارة أولاد أنا بفتح بفتحه وملاه الوقود، وبعد كده الوقود ده بينتقل من الخزان بيروح لمحرك السيارة أو الموتور عشان يتحرق، فده معناه وطبعا ده بيتضمن تحول الطاقة ديت أو المادة دي بتاعت الوقود إلى طاقة حرارية، وفي نفس الوقت خزان العربية ده ممكن يسخن وممكن يبرد، فبالتالي بيكون في تبادل المادة وفي تبادل للطاقة، فبالتالي بعتبره نظام مفتوح، يبقى ده بيعتبر من الأنظمة المفتوحة. اللي قدام منك دي حالة الضغط اللي هي البريستو المستخدمة في طهي الطعام بسرعة، فبيقول لي: الشكل المقابل لحالة الضغط المعزولة أو المعروفة باسم حالة البريستو، وهي لا تسمح بخروج السوائل الموجودة بداخلها أثناء عملية الطهي، يبقى إذن لا يحدث انتقال للمادة، فهي تعتبر نظام مغلق. السؤال اللي بعده بيقول لي: أي من العبارات الآتية تعتبر صحيحة؟ هل مفهوم درجة الحرارة هو نفس مفهوم الحرارة؟ لا طبعا، الحرارة صورة من صور الطاقة، لكن درجة الحرارة متوسط طاقة الحرارة. مفهوم الحرارة هو نفس مفهوم طاقة الحركة للجزيئات، ولا الحرارة خاصية مميزة للمادة، ولا مفهوم درجة الحرارة يعبر عن الطاقة الداخلية؟ طبعا الإجابة هنا دال، لأن مفهوم درجة الحرارة إنه بيعبر لي عن الطاقة الداخلية للمادة، يعني لو الطاقة الداخلية للمادة كبيرة بسبب اكتساب طاقة فبترتفع درجة الحرارة والعكس صحيح. وبكده نكون خلصنا صفحة 20. سؤال رقم 7 بيقول لي: يقل متوسط طاقة الحركة بتاعة جزيئات المية عند تحول كتلة معينة من، خلي بالك يقل متوسط طاقة الحركة يعني الحرارة بتنخفض، هل الماء السائل درجة حرارته 64 إلى ماء سائل درجة حرارته 27، ولا الماء السائل درجة حرارته 100 إلى بخار ماء درجة حرارته 100، ولا الثلج درجة حرارته سالب 73 إلى ثلج درجة حرارته سالب 36، ولا الثلج درجة حرارته 0 إلى ماء درجة حرارته 0؟ طبعا هنا احنا اتفقنا انخفاض درجة الحرارة، رقم ده ما تنفعش لأن الحرارة ثابتة، رقم ج ما تنفعش لأن الحرارة زادت من سالب 73 لسالب 36 الحرارة زادت، رقم ب من 100 إلى 100 الحرارة ثابتة، رقم أ الماء درجة حرارته 64 أصبح درجة حرارته 27، إذا هنا حدث انخفاض، يبقى الإجابة هتكون رقم أ. طيب السؤال رقم 8 بيقول لي: كمية الطاقة المكافئة ل 50 كيلو جول تساوي، هنا بيقول لي 50 كيلو جول والإجابة كلها بالجول. طبعا هنا لما أجي أحل المسألة دي بسيطة جدا، إحنا هنا هحول الكيلو إلى جول، هو الكيلو ده يعني بيساوي كام؟ الكيلو ده بيساوي 10^3، يعني هنا 50 كيلو جول بيساوي 50 في الكيلو يعني 10 يعني 10^3 يعني يساوي 50 في 10^3، أو ممكن أرفع الصفر ده يبقى أس،
دي بتساوي 5 في 10 أس 4 جول، يبقى الإجابة هتكون هي رقم 5 في 10 أس 4 جول، فالإجابة هي لتر دي. الحرارة الكيلو سعر من وحدات قياس كمية الحرارة ويعادل نوع هنا 418 جول ولا 418 من 100 جول ولا 4180 جول ولا 41.8 جول كيلو جول. طبعا هنا انا عايز احول الكيلو سعر، الكيلو سعر اهون الواحد كيلو سعر بيساوي 1000 سعر. طيب عايز احول السعر ده لجول، يبقى هنا بيساوي 1000 في 4.18 من 100 جول، لان حولت السعر لجول اضرب في 4.18 من 100، تمام كده؟ يعني تطلع 4.180 جول. بص كده الرقم ده موجود في الاختيارات 4180 جول، اه موجود اهي، هي الاجابه سي. رقم 10 بيقول لي الحراره النوعيه للماء اكبر من الحراره النوعيه للزئبق، اي من العبارات الاتيه لا يتفق؟ لا يتفق يعني هيطلع غلط. بيقول لي كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره 10 جرام من الماء بمقدار 15 درجه اكبر من تلك اللازمه لرفع درجه حراره نفس الكتله. اه العباره دي صحيحه وانا مش عايزها، طالما هنا هرفعهم بنفس المقدار الحراره النوعيه هتختلف، اللي عنده حراره نوعيه اكبر فمحتاج كميه طاقه اكبر. تعال على جنب، كميه الحراره المنطلقه عند خفض درجه حراره 20 جرام من الماء بمقدار 10 درجات سيليزيه اكبر من تلك المنطلقه عند خفض درجه حراره نفس الكتله من الزئبق بنفس القدر من الحراره. اه ليه؟ لان الميه كميه الطاقه اللي فيها كبيره جدا فهتفقد كميه كبيره جدا، فبالتالي الانخفاض هيكون في الميه ابطا من الانخفاض في الزئبق، والانخفاض في الزئبق اسرع من الانخفاض في الميه. فبيقول لي كميه الحراره المنطلقه لما اخفض درجه حراره الميه اكبر، اه لان الميه بتمتلك كميه كبيره جدا من الطاقه. رقم ج، كميه الحراره المنطلقه عند خفض درجه حراره 100 جرام من الماء من 80 الى 20 تساوي، استنى تساوي، لا ليه؟ لان بما ان المادتين مختلفتين في الحراره النوعيه اذا هيختلفوا في كميه الطاقه المفقوده عشان اوصلهم لنفس درجه الحراره. الاجابه هنا رقم ج هي اللي غلط، هي اللي ما تنفعش، اختلاف المادتين في الحراره النوعيه يؤدي لاختلاف الطاقه المفقوده حتى لو هوصلهم لنفس درجه الحراره من فوق لتحت، او الطاقه المكتسبه لو هوصلهم من درجه حراره قليله لدرجه حراره اعلى. اذا رفعت درجه حراره جسم الى الضعف وزادت كتلته الى الضعف فان قيمه حرارته النوعيه يا معلم، الحراره النوعيه لا تعتمد على اي حاجه الا نوع الماده، يبقى هنا تقل للربع تظل ثابته، تزداد للضعف تزداد الى 4 امثالها، هقول له الاجابه هتبقى تظل ثابته. طيب جسمان لهما نفس الكتله اكتسبا نفس كميه الحراره، فكان الارتفاع في حراره الاول اللي في حراره الجسم الثاني ماشي ضعف الارتفاع في درجه حراره الجسم الاول، فان الحراره النوعيه للجسم الثاني نقطه، هل تساوي الحراره النوعيه للجسم الاول؟ طالما الارتفاع ما كانش متساوي يبقى هنا الحراره النوعيه مش متساوي، بألف لا. هل ضعف الحراره النوعيه للجسم الاول ولا نصف الحراره النوعيه للجسم الاول ولا ربع الحراره النوعيه للجسم الاول؟ بص انا هعمل لك علاقه سريعه كده، احنا عندنا سي الحراره النوعيه بتتناسب تناسبا عكسيا مع التي اللي هي درجه الحراره، عكسيا يعني واحد على تي. طيب هنا في عندي جسم، طب تعالى نعكسها، يبقى التي تتناسب تناسبا عكسيا مع السي. طيب انا عندي التي لو زادت للضعف، التي لما تزيد للضعف ده معناه ان السي هتبقى واحد على اتنين، مقلوب الاتنين نص، يبقى هنا الحراره النوعيه هتكون النص، يبقى نصف الحراره النوعيه للجسم الاول. طيب السؤال اللي بعده، كل مما ياتي يمكن الاستدلال عليه بمعلوميه قيمه الحراره النوعيه للفلزات عاده. كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره 10 جرام من الفلز بمقدار 10 درجات ولا كميه، اه طبعا هتختلف باختلاف الحراره النوعيه. كميه الحراره المنطلقه عند تبريد 10 جرام من الفلز من 100 الى 25، ما هي ديت زي اللي فوق، بس اللي فوق طاقه مكتسبه واللي تحت طاقه مفقوده، وطبعا ده بيعتمد على الحراره النوعيه. هل الطاقة الداخلية للفلز ولا الكتلة الذرية الجرامية للفلز؟ الكتلة الذرية الجرامية للفلز من الحاجات المميزة للفلز، ودي يعني ثابتة لكل فلز، فبالتالي الطاقة الداخلية للفلز ملهاش علاقة بالايه الحرارة النوعية. خلاص كده؟ طيب كده احنا خلصنا صفحة 21. 14، ما مقدار كمية الحرارة المنطلقة عند تبريد 50 جرام من الماء من 20 إلى 10 درجة سيليزية؟ هل بيساوي 5 في 10 أس 2 جول ولا 1.67 من 100 في 10 أس 5 جول ولا 2.9 من 100 في 10 أس 3 جول ولا 1.13 من 100 في 10 أس 6 جول؟ هحل المسألة ازاي؟ هكتب القانون بتاعي،
القانون بعمل كده هو المثلث وهكتب كده هنا الكيو بي وهنا الام وهنا السي وهنا دلتا تي. طبعا الميه السي بتاعتها ب 4.18 من 100. انا عايز احسب الكيو بي بتساوي الام. الام عندي بكام؟ الام عندي ب 50 في سي ب 4.18 من 100 دلتا تي. بص يا حبيب قلبي هنا دلتا تي الحراره كانت 20 اصبحت 10، يبقى فرق درجه الحراره ب 10. انا عايز اجيب الفرق دلتا تي بغض النظر عن القيمه الجبريه، ويطلع في 10 فيطلع بالاله طبعا هنخلصها، يطلع الاجابه هي رقم سي. واحد يقول لي يا مستر طب ليه ما قلناش هنا 10 ناقص 20 يطلع الاجابه بسالب 10؟ سالب 10 ده انا عشان اقول ادل اللي السالب هنا في المقدار او في الاجابه بتدل على اتجاه كميه الطاقه، يعني الطاقه دي داخله ولا خارجه. لو الطاقه خارجه من النظام منطلقه بدها اشاره سالبه، لو الطاقه داخله للنظام بدها اشاره موجبه. فهنا عايز القيمه ذات نفسها بغض النظر عن الاتجاه، تمام؟ عشان بس الناس ما تتلخبطش ما امتى كيو تبقى سالب وكيو تبقى موجب، والحراره والمحتوى الحراري اللي هناخده بعد كده او التغير في المحتوى الحراري. عينه من الماء كتلتها 100 جرام، درجة حرارة الابتدائية 22، ومدت بكمية من الحرارة مقدارها 8360 جول. ما درجة الحرارة النهائية التي تصل إليها العينة؟ سهلة جدا، أنا عايز أجيب مين؟ عايز أجيب تي 2. طيب هنا عندي المثلث أهو اللي بشتغل بيه، هنا كيو بي هنا إم وسي ودلتا تي. أنا عايز أجيب دلتا تي الأول بتساوي كيو بي على إم في السي بتساوي الكيو بي بكام؟ ب 8360 اهي 8360 على الكتله بكام؟ الكتله ب 100 الكتله ب 100 ماشي، وهي ميه بقى السي ب 4.18 من 100. هنا 100 في 4.18 من 100 تطلع دلتا تي بكام؟ تطلع دلتا تي ب 20 ماشي، تطلع دلتا تي ب 20 درجة سيليزية. طيب بما ان دلتا تي بتساوي تي 2 ناقص تي 1، يبقى انا عايز اجيب تي 2 بتساوي ايه؟ هعدي دي الناحية التانية بتساوي دلتا تي زائد تي 1، يعني بتساوي 22 زائد 20، يعني بتساوي 42 درجة سيليزية، فالإجابة هتكون 42. طيب السؤال اللي بعده، ما درجة حرارة الخليط المكون من 100 جرام ماء عند درجة حرارة 15 مع 250 جرام ماء درجة حرارته 50 في وضع يفترض انه نظام معدني؟ الموضوع سهل قوي. وانا لما احط ميه سخنه على ميه بارده ايه اللي بيحصل؟ الميه السخنه بتبرد والبارده بتسخن، يعني درجه الحراره للخليط هتكون اعلى من القليله بس اقل من الكبيره. هنا عندي 100 جرام درجه الحراره 15، وهنا عندي 250 جرام ودرجه الحراره 50. المفروض ال 50 هتقل والدرجه حرارته 15 هتزيد، هيوصل الاثنين لدرجة حرارة اسمها تي. طيب بص معايا، بما ان ده نظام معزول يعني الطاقة المفقودة بتساوي الطاقة المكتسبة، الكيو بي بتساوي الكيو بي، ركز معايا، الكيو بي ديت اللي هي الممتصة، ممتصة يعني هتخش النظام يبقى اشارتها موجبة، والكيو بي ديت المنطلقة هتطلع من النظام تبقى اشارتها ايه؟ سالبة. طب كيو بي يعني ام في سي في دلتا تي بتساوي ام في سي في دلتا تي. بما ان الاثنين نفس الماده هطير السي مع السي، الام الاولانيه ب 100 في هنا دلتا تي بتساوي تي 1 ناقص تي النهائيه اللي هتبقى تي كابيتال، تي 1 بكام؟ ب 15، يبقى هنا تي ناقص 15 بتساوي الكتله، هنا احط سالب ما تنساش السالب، 250 في 250 مضروبه في عندي هنا التي اللي هي تي ناقص 50. دخل بقى يا معلم، ها ال 100 في التي تبقى 100 تي ناقص 100 في سالب 15 يبقى سالب 1500 بتساوي سالب 250 تي. سالب 250 في سالب 50 يبقى موجب 12500. هعمل ايه بقى؟ زي كي جي 1 بقى، هجيب التي على بعضها والارقام على بعضها، دي سالب 250 تي، دي تي اهي، هجيبها الناحيه الثانيه بالموجب، يبقى هنا عندي 100 و250 يبقى 350 تي بتساوي سالب 1500، هتعدي الناحيه الثانيه باشاره موجبه، يبقى 1500 بالموجب و12500 يبقى 14000. اذا التي بتساوي كام يا بطل؟ 14000 على 350 بتساوي ها 40 درجه سيليزيه. اخر حته بيقول لي يستخدم
مسعر القنبلة في قياس حرارة الاحتراق بعض المواد تحت الضغط الجوي المعتاد ولا في درجة حرارة 25 ولا في درجة حرارة 100 ولا تحت ضغط مرتفع؟ طبعا تستخدم في الضغط الجوي المعتاد. وبكده يكون حلينا أسئلة اختار، وإن شاء الله الأسئلة المقالية أعملها لكم في فيديو منفصل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.